أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز العناوين الصادرة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. من المواقع المحلية: الحوثيون يمهلون ترامب 30 يوما للمثول أمام المحكمة. طلاب في تعز يدفعون الإيجار الشهري لمالك مدرستهم. وفي أخبارنا المنوعة: لا جماهير ولا مصورين، أغرب مباراة كرة قدم في العالم. أهلا بكم. البداية من أغرب الأخبار التي وردت في المواقع الإخبارية، حيث نطالع من موقع يمن مونيتور عنوان: الحوثيون يمهلون ترامب 30 يوما للمثول أمام المحكمة بتهمة قتل الصماد. ووفقا للموقع، فقد أمهلت جماعة الحوثي المسلحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى المحكمة الجزائية المتخصصة خلال مدة زمنية لا تزيد عن شهر للمثول أمامها بتهمة قتل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد. نقل مراسل يمن مونيتور عن الدعوة المنشورة في صحيفة الثورة التي تسيطر عليها الميليشيا، قالت إن على المتهمين في القضية رقم 196 لسنة 2016 الحضور إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة. ووفقا للموقع، فإن الحضور هو لغرض سماع الدعوى الجزائية المرفوعة ضدهم من النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان. وستتم محاكمة ترامب باعتباره ضمن متهمين آخرين فارين من وجه العدالة في حالة عدم مثولهم أمام المحكمة. الحصار المفروض على تعز يدخلها التاريخ، ولكن من أبواب الألم والعذاب. ووفقا لموقع الحرف 28، المركز اليمني الهولندي، قريبا ستدخل تعز موسوعة غينيس كأطول مدينة محاصرة في التاريخ، حيث قال المركز اليمني الهولندي للدفاع عن الحريات والحقوق أن تعز ستدخل موسوعة غينيس كأطول مدينة محاصرة في التاريخ في ظل صمت المجتمع الدولي. أضاف المركز في بيان له أن جماعة الحوثيين اعترفت مؤخرا بأنها تحاصر مدينة تعز، وذلك من خلال إعلانها مبادرة فتح منفذ أو معبر إنساني للسكان وإدخال الغذاء والدواء. أشار البيان إلى أن المركز اليمني الهولندي طالب في مجلس حقوق الإنسان عدة مرات وعقد ندوات عديدة بشأن حصار مدينة تعز، لافتا إلى أنه طالب مرارا وتكرارا بتنفيذ مخرجات حوار ستوكهولم الذي يضمن فتح معبر إنساني للسكان المحاصرين، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تراوغ وتفرض ميليشيا الحوثي حصارا على تعز منذ بدء الحرب من ثلاثة اتجاهات شمالا وشرقا وغربا، بينما تمكن الجيش الوطني والمقاومة من فتح طريق جنوب تعز الذي يصل المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن. أكتوبر الثورة، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور. 56 عاما من ثورة أكتوبر المجيدة، ثورة حق لشعب تواق للحرية والكرامة والعزة وتقرير المصير بإرادته الحرة والانعتاق من التبعية للمستعمر الأجنبي وأعوانه لتعيد للأمة احترامها بين أمم المعمورة. هي ثورة وعي تأصل فينا نحن جيل نشأ في مخاض هذه الثورة بانطلاق شرارتها الأولى من جبال ردفان الشماء، وتزينت بأيقونتها الثقافية والفكرية من عدن، المدينة والمدنية المنفتحة على كل الثقافات والأعراق والحضارات. بأرضها الخصباء أنبتت الفكرة ونبتنا وتفتح وعينا. عدن الوعي الثوري والتحرري الذي ولد من رحم الحركة العمالية كنواة للحركة الوطنية اليمنية للشمال والجنوب معا، كانت منارا ومنبرا لحركات التحرر العربية بدعمها المعنوي والمادي السخي. عدن التي جمعت الاشتراكيين بالليبراليين والإسلاميين بالقوميين والوطنيين بكل مشاربهم الفكرية والسياسية على كلمة سواء، تطلب الحرية والكرامة وتحفظ السيادة،
كشباب تلك المرحلة شهدنا المعارك الفكرية والثقافية والفدائية معا، وتركت فينا أثرها الذي ما زال مرشدا لوعينا واختياراتنا ومواقفنا. في سن الدراسة الأكثر شغفا في المعرفة وتفحصا لما يدور في أحياء وشوارع وسفوح جبال عدن، متابعين أحداث المعركة التحررية بكل تفاصيلها وخطاب القومية العربية والزعماء وعلى رأسهم جمال عبد الناصر. في تطفلنا لجلسات الكبار واستماعهم لتلك الخطابات وتحليلاتهم ونقاشاتهم في مقاهي عدن التي لا يخلو أي مقهى منها من المذياع وتلك الجلسات وما يسودها من رهبان الصمت والتمعن بالاستماع، نشأنا متأثرين بتلك المرحلة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا بفسيفسائها من الطوائف والعقائد والأعراق والتوجهات السياسية والفكرية، بيئة تنشط العقل وتضبطه بقيم ومبادئ إنسانية عظيمة، بل ثورية جسدت فينا قيم ومبادئ الثورة وعظمتها. نشأنا في بيئة نعي معركتنا الوطنية بوعي الثورة وتحدياتها الفكرية والثقافية والحضارية، وعي يستلهم معرفة وجهدا وطاقة تحفظ احترامنا لأنفسنا أولا ولشركائنا ثانيا، في توظيف كل ذلك لوطن يستوعب هذا الحق. فاز الروائي اليمني حبيب عبد الرب سروري بجائزة كتار العربية في المسابقة السنوية التي تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية وعنوان موقع يمنات. الروائي اليمني حبيب سروري يفوز بجائزة كتار للرواية العربية. قالت المؤسسة إن 5 أدباء عرب فازوا بالجائزة، من ضمنهم الروائي اليمني السروري عن روايته التي تحمل عنوان وحي. وأكدت أن الجائزة ضمت الكاتب الجزائري الحبيب السائح عن رواية أنا وحاييم وحجي جابر من إريتريا عن رواية رغوة سوداء، والكاتبة الأردنية ليلى الأطرش عن رواية لا تشبه ذاتها، والكاتب مجدي دعابس من الأردن عن رواية الوزر المالح. ويقدم سروري في رواية وحي نماذج من الشخصيات التي شهدت تحولات مفاجئة في النص الروائي، عبر القهار على أو عبد القهار على سبيل المثال علامة تناقض فارقة فهو أو تناقض فارقة فهو ابن إمام المسجد، ولكن بعد الانقلاب السياسي في عام 1969 وتصاعد المد الثوري صار قهاروف، الطفل المدلل لرأس القيادة السياسية الماركسية اللينينية. إنه يرمز إلى ما يشبه الانفصام الذي يعيشه الفرد في العالم العربي، يقضي دهرا مقدسا أفكارا وفي لحظة واحدة ينحرف إلى النقيض تماما، ولا يكتفي بتغيير قناعاته والقيام بتحول معاكس عن مساره، وإنما يفرض على من حوله الامتثال له وأن يكونوا صورة عنه. إلى موقع المصدر أونلاين والذي تحدث عن تجربة 10 نساء بمحافظة حجة وعنوان بدعم الأمم المتحدة، 10 نساء يشغلن مشروعا لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في عبس بمحافظة حجة، حيث كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دعمه ل10 نساء يمنيات في ريف منطقة عبس بمحافظة حجة من أجل تشغيل مشروع لبيع الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية في المنطقة. قال البرنامج في موقعه الإلكتروني إن البرنامج يساهم في تعزيز قدرة الريف على الصمود في اليمن. أكدت المصادر أن المنحة البالغة $37,000 أمريكي ستوفر مصدرا نظيفا للطاقة بتكلفة أقل بنسبة 80% من الطاقة المولدة من الديزل. قالت إيمان هادي رئيسة المشروع: لقد أطلقنا خدمتنا منذ 1 شهر فقط، ولدينا الآن 20 مشترك في خدمتنا، ومن خلال نظامنا الشمسي الحالي يمكننا توفير الخدمة ل40 أسرة، ونأمل أن نتمكن من التوسع قريبا. ما ينتظره اليمنيون من حوار جدة. تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. منذ بدأ التصعيد الإماراتي لإسقاط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال في أغسطس آب الماضي، انتقل اليمن إلى طور جديد من الانهيار والشتات، بدت معه الآمال بعودة الاستقرار أبعد من ذي قبل. خلال تلك الأحداث كان موقف السعودية دعم الحكومة الشرعية، واعتبارا ما حدث في الجنوب اليمني من محاولة فرض أمر واقع جديد لا يخدم سوى إيران.
هذا الموقف يتعزز مع كون الشرعية هي الغطاء الذي تدخل لأجله التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، وبدونها يجري نسف المرجعية كافة التي قام عليها هذا التحالف. وبصرف النظر عما إذا كان حجم التدخل السعودي يتناسب مع ما حدث على الأرض من عدمه، فقد حضرت الرياض عبر مسارين، الأول كان عسكريا من خلال دعم القوات الحكومية باستعادة السيطرة على محافظة شبوة جنوب شرق البلاد بعد أن حشد حلفاء أبوظبي لإسقاطها أواخر أغسطس الماضي. أما المسار الآخر فقد كان سياسيا من خلال الدعوة إلى حوار جدة اليوم، تزامنا مع الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق في جدة يأمل اليمنيون بداية مرحلة جديدة على مستوى المحافظات الجنوبية على الأقل، ذلك أن الوضع المختلف في عدن ومحيطها وما أفضى إليه من إفشال الحكومة على مستويات مختلفة مسألة لم تفاقم فقط الأزمة الإنسانية ومعاناة اليمنيين، بل باتت حجة في أيدي الحوثيين يقيمونها على خصومهم ويستخدمونها لمزيد من إدلال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. يأمل اليمنيون أن يؤدي حوار جدة إلى رفع يد الإمارات في الحد الأدنى ووصايتها على العاصمة المؤقتة والعديد من الجزر والمواقع الاستراتيجية، ومن ثم فإن مسألة إشراك المجلس الانتقالي في الحكومة مسألة لا تجد الكثير من المعارضة طالما كان ذلك قائما على أسس سليمة تضمن العمل لمصلحة البلد لا تطويع الوظيفة العامة في خدمة المشاريع المناطقية. طالب أهالي منطقة المحصى في مديرية المظفر التابعة لمحافظة تعز وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية بسرعة تنفيذ مشروع بناء مدرسة الثنائي الأساسية المتوقف منذ سنوات، بعدما قام مالك المبنى الذي يدرس فيه الطلاب مؤقتا بطردهم منه. وعنونت صحيفة العرب الجديد مئات الطلاب في تعز مهددون بالتوقف عن الدراسة. قال عبد الجليل الشراري وهو من سكان المنطقة أن أكثر من 800 طالب وطالبة في مدرسة الثلاية بمنطقة المحصى في حي الصنة مهددون بالتوقف عن الدراسة بعد أن قام مالك المبنى الذي يدرس فيه الطلبة مطلع الأسبوع الجاري بطردهم، مشيرا إلى أن الطلاب انتقلوا إلى مبنى مؤقت آخر تابع للأهالي. أوضح الشراري للعرب الجديد أن قرار تعمير المدرسة اتخذ في 2005، وعلى إثر ذلك قام أهالي المنطقة باستئجار مبنى يدرس فيه الطلاب بشكل مؤقت إلى حين إتمام بناء المدرسة، غير أن السلطات المحلية في المحافظة بقيت تماطل في تخصيص موازنات مالية لشراء قطعة أرض لبناء المدرسة عليها حتى يومنا هذا. أضاف بأن كل طالب يلتحق بالمدرسة عليه دفع 500 ريال يمني شهريا بدل إيجار لمالك المبنى الذي يدرسون فيه بشكل مؤقت. أكد الشراري بأن المدرسة التي وعدوا بإنجازها هي الوحيدة في منطقة المحصى وبقية المدارس بعيدة عنها جدا، مطالبا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بسرعة تخصيص ميزانية لتنفيذ مشروع بناء المدرسة المتوقف منذ 14 عاما لكي لا تتوقف العملية التعليمية ويضيع مستقبل الطلاب. ومن الصحافة العالمية نطالع من صفحة الراي في صحيفة ديلي تيليغراف مقالا لكونغ كوغلان بعنوان بوتين أهدي الشرق الأوسط على طبق. يقول الكاتب إن الشخصية الدولية الوحيدة التي انتفعت من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفك الارتباط مع الصراع الدائري في سوريا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يقول الكاتب أن إن كان ترامب عاقد العزم على منح نظيره الروسي هدية مبكرة لعيد الميلاد، فمن الصعب تخيل هدية أكثر سخاء من إهدائه الشرق الأوسط على طبق. يقول الكاتب إن واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية للولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كانت بصفة مستمرة إبعاد روسيا عن نفط الشرق الأوسط، ولكن الآن نظرا لقرار ترامب المتهور فإنه يبدو أن بوتين اتخذ إجراءات لتوطيد نفوذه في المنطقة. يضيف يبدو أن ترامب منح بوتين الفرصة للعب الدور الذي كان ذات يوم حكرا على الولايات المتحدة. تقول الصحيفة أن بوتين وجد نفسه فجأة يحظى بإقبال واسع في المنطقة ويسعى الكثير من الزعماء للقائه، حيث لقي ترحابا في السعودية كما التقى ولي العهد محمد بن سلمان قبل التوجه لإجراء محادثات في الإمارات. لماذا أصبح الشرق الأوسط أكثر قابلية للاشتعال من أي وقت مضى؟ تحت هذا العنوان كتب روبرت مالي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد.
لا يبدو أن أحداً يريد الحرب التي تلوح الآن قريبة في الأفق. كان دونالد ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته الرئاسية تورط الولايات المتحدة في حروب الشرق الأوسط، ولم يغير لهجته منذ توليه منصبه. ولا مصلحة لإيران في خوض نزاع واسع نطاق تدرك أنه لا يمكنها الفوز فيه، وتبدو إسرائيل قانعة بالعمليات المعايرة بدقة التي تنفذها في العراق ولبنان وسوريا وغزة، لكنها تخشى اندلاع مواجهة أكبر يمكن أن تجعلها عرضة لآلاف الصواريخ. والمملكة العربية السعودية مصممة على الدفع ضد إيران، وإنما من دون مواجهتها عسكرياً. ومع ذلك فإن ظروف اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط تبدو ناضجة أكثر من أي وقت في الذاكرة الحديثة. يمكن أن ينشب صراع في أي واحد من عدد من الأماكن لأي واحد من العديد من الأسباب. عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فقد عرف السياسي الأمريكي الديمقراطي البارز تيب أونيل مثل هذه الحالة جيداً: كل السياسة لا سيما المحلية هي دولية. في اليمن تحولت حرب وضعت الحوثيين الذين كانوا حتى وقت ليس ببعيد مجموعة متمردة عادية جداً لتصبح نقطة مركزية للخصومة الإيرانية السعودية، كما أصبح ذلك البلد أيضاً مسبباً محتملاً لانخراط عسكري أمريكي أعمق، وتحول قمع النظام السوري لانتفاضة شعبية إلى مواجهة دولية تمتص إليها عشرات البلدان، دفعت كلاً من روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل إلى حافة الحرب. ولم يقتصر الصراع الداخلي في ليبيا على امتصاص مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما روسيا والولايات المتحدة أيضاً. ثمة تفسير مبدئي لمثل هذه المخاطر. لقد أصبح الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم استقطاباً، والتحولات المتعددة التي تحدث في وقت واحد تقريباً يجعل الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تقلباً، وهو يعني أيضاً أنه طالما بقي موقف الولايات المتحدة الإقليمي على حاله فإنها ستظل على بعد مجرد ضربة سيئة التوقيت أو موجهة نحو هدف مهم تشنها مسيرة حوثية أو عملية إسرائيلية مؤثرة بشكل خاص ضد ميليشيا شيعية عن التورط في اشتباكها الإقليمي المكلف التالي. في صحيفة الغارديان نطالع تقريراً بعنوان: لماذا تخشى الصين إرسال دبابات إلى هونغ كونغ؟ تقول الصحيفة أنه منذ نحو 20 عاماً بدأ أكاديميون وباحثون في التكهن بأنه مع تزايد الثروة وتكون طبقة متوسطة قوية فإن ذلك سيؤدي تدريجياً إلى تغيير سياسي في الصين وإلى توجه تدريجي صوب الديمقراطية. تضيف الغارديان أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بقي النظام السلطوي في الصين دون أن يشهد أي تحديات في السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين، ولكن الآن جاء التمرد المتوقع، ولكن ليس في الصين بل في هونغ كونغ. فالاحتجاجات هناك يشارك فيها الآلاف من الشباب من الطبقة المتوسطة، وانضم إليهم الأكبر سنا ومختلف فئات المجتمع. تتابع الصحيفة: أحد المسارات التي يمكن للسلطات اتخاذها في مواجهة هذه الاحتجاجات هو القوة والمواجهة وشن تدخل أمني أو عسكري لإخماد المظاهرات، لكن سيكون له تبعات جسيمة حيث سيقوض صورة هونغ كونغ كمدينة منفتحة كوزومو بلاتينية، مدينة تدر أرباحا اقتصادية ضخمة على الصين وتقدم عنها صورة تغير التصورات المحيطة بها. التقى منتخبا كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لكرة القدم في مباراة ليست كغيرها من المباريات، وليس من النادر أن يلتقي المنتخبان، لكن النادر كان مكان المباراة وهو بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، ولم تشهد المدينة هذا الحدث إلا مرة واحدة في عام 90. وعنونت شبكة البي بي سي: تعرف على أغرب مباراة لكرة القدم في العالم. ولم تبث أحداث المباراة على التلفزيون، وغاب جمهور كوريا الجنوبية عن المدرجات، كما منع حضور ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف. بالإضافة إلى هذا، فإن السائحين الموجودين حاليا في كوريا الشمالية لم يسمح لهم بحضور المباراة،
ويمكن القول أن أصحاب الأرض تعاملوا مع المباراة بجدية. جاءت هذه المباراة وسط أجواء سياسية مضطربة بين البلدين، فالشماليون متذمرون من استمرار الجنوب في إجراء تدريبات عسكرية مع الأمريكيين، وقد رفضت كوريا الشمالية الصيف الماضي المضي قدما في محادثات مع سيول، وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية. وعادة ما ترتبط العلاقات بين الكوريتين بإيقاع هذه المحادثات، ولكن الخلافات السياسية بين البلدين لا تنعكس على الرياضة، فالجماهير الكورية في الشمال والجنوب تتفاعل إيجابيا مع إنجازات الرياضيين من البلدين في المنافسات الدولية. ففي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سيول 2018 حدث تقارب، وأعلن زعيم كوريا الشمالية مشاركة الرياضيين الشماليين في الألعاب. وبعد شهور من هذا الإعلان سار الرياضيون من الكوريتين تحت علم واحد، بل أنهما لعبا بمنتخب نسائي واحد في منافسات هوكي الجليد. في مدخله إلى واحد من أهم الأبحاث الخاصة بالشعبوية يكتب حسام أبو حامد في صحيفة العرب الجليد مضيفا: بات من المسلم به في الفكر السياسي المعاصر اعتبار القرن التاسع عشر إطارا زمنيا لولادة مصطلح الشعبوية. ففي روسيا انطلقت في العام 1870 حركة زراعية بميول اشتراكية هدفت إلى تحرير الفلاحين، وفي الفترة ذاتها انطلقت في الريف الأمريكي حركة احتجاجية ضد البنوك وشركات السكك الحديدية. وقد تفهم الشعبوية عموما على أنها نزعة سياسية تقوم على تقديس الشعب، وتؤمن بالتعارض بين الشعب والنخب، وأن الناس على حق والنخب الحاكمة على خطأ. تتوسل بمحورية دور الشعب في الممارسة السياسية، وتنتعش بتوظيفها مشاعر الغضب عند عامة الناس، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. لكن بسبب تنوع السياقات التاريخية والاجتماعية السياسية والاقتصادية التي تواجدت بها، ونتيجة تنوع دلالات مفهوم الشعب المتغيرة من شعبوية لأخرى، لم تحافظ الشعبوية منذ ظهور المصطلح على جوهر ثابت، فاكتسبت في المراحل اللاحقة مضامين مختلفة. فاختلفت شعبوية جورج بولنجي إبان الجمهورية الفرنسية الثالثة عن شعبوية موسوليني في إيطاليا وعن نازية هتلر في ألمانيا، واختلفت شعبوية ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق عنها في ثورة ماو تسي تونغ الثقافية الصينية. انكفأت الشعبوية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لتنشط في دول العالم الثالث، مكتسبة مضامين جديدة مع قومية عبد الناصر وجماهيرية القذافي، وتحولت إلى حركات شعبية بإيحاءات وطنية واجتماعية أسقطت من حساباتها النضال الطبقي مع خوان بيرون في الأرجنتين وغيتيلو فارغس زعيم حزب العمال غير الاشتراكي في البرازيل وغيرهما. واستمر مصطلح الشعبوية في ثمانينيات القرن الماضي مع عودة المحافظين إلى الحكم في عهد مارغريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الردة العنيفة تجاه موجة التعدد الثقافي التي عرفتها الجامعات آنذاك. وفي تسعينياته حمل مفكرون العولمة مسؤولية صعود التيارات الشعبوية الذي يترافق مع إنشاء منظمة التجارة العالمية وتحرير التدفقات المالية الدولية وتباطؤ النمو العالمي وتفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة وانعدام الأمن الاقتصادي وتزايد موجات الهجرة العالمية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من صحيفتا الديلي تيليغراف والجارديان نتابع. رسوم كاريكاتورية تصف الأحداث وتسرد القصص وتنافس الخبر والصورة نتابع.
في هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.